في عناوين النشرة، 500 نازح في شبعة يعودون إلى سوريا عبر المصنع. كيف والله رح سبنيك الحمد لله. اعتداء بالنار على مكتب المرشح نديم عصيران في النبطية. علاقاتي ممتازة مع كل القيادات الحزبية، يعني على اختلاف أنواعها. باسيل والمشنوق يجتمعان على اقتراع المغتربين. في المراقبين الدوليين يلي نحن مش بس رحبنا فيهم، بلغونا من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق معنا انه رح يعملوا رقابة غير الرقابة اللي عم يعملوها بلبنان على سفاراتنا وعلى مراكز الاقتراع بأوروبا. الانتخابات التي ستحدث بالخارج هي انتخابات نزيهة دقيقة. رجاء دخول مفتشي الأسلحة الكيماوية إلى دوما، والجعفري يؤكد دخول فريق أممي الثلاثاء. فقد بدأ الفريق منذ وصوله إلى دمشق بمباشرة مهام عمله. وسناتور أمريكي لبن سلمان. توقفوا عن الكلام عن الفقراء ومآسيهم في قطاع غزة، افعلوا شيئاً لمعالجة الأمر. أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد. بدأ نحو 500 نازح سوري طوعيا بمغادرة منطقة شبعة وقرى العرقوب، عائدين إلى بلداتهم السورية التي كانوا قد هجروا منها في السنوات الماضية بسبب الأحداث الأمنية. وقد تجمع العائدون في بلدة شبعة التي وصلت إليها 18 حافلة دخلت عبر نقطة المصنع لنقلهم إلى قراهم في المقلب الشرقي لجبل الشيخ، وخصوصا بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن. وفي السياق، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن عودة النازحين تساهم في عودة الاستقرار الاجتماعي، ونعول على المساعدة الدولية ولا سيما الأمريكية لتحقيق ذلك. في بورصة الحوادث الانتخابية، اعتداء جديد على مكتب المرشح نديم عصيران في النبطية تمثل بإطلاق النار ليلا باتجاه مكتبه الانتخابي ومنزله، لكن لم يصب أحد بأذى. وقد استهجن عصيران هذا التصرف، خاصة وأن العلاقة التي تجمعه بالأحزاب في المنطقة هي علاقة ود واحترام، آملا أن تبقى المنافسة الانتخابية منافسة شريفة. وفي المشهد الانتخابي، اجتمع وزيرا الخارجية والداخلية على اقتراع المنتشرين في العالم، فأوضح باسيل أن الخارجية بتصرف الداخلية بموضوع الاقتراع في الخارج، موجها نداء لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج. وأعلن أن الخارجية قررت وضع كاميرا بكل قلم لنقل العملية مباشرة. إذن البداية من شبعة، وآخر المستجدات المرتبطة بعودة نحو 500 نازح سوري إلى قراهم عبر المصنع مباشرة مع الزميلة حليمة طبيعة التي تواكب الحدث من هناك. حليمة تفضلي. نعم ميشا، بداية أود أن أصحح، وصل إلى شبعة 15 حافلة وليس 18 حافلة ستقل النازحين السوريين من بلدة شبعة والذين توافدوا من شبعة وكفر شوبة والهبارية باتجاه بلدتي بيت جن ومزرعة بيت جن السوريتين، بعد يعني المصالحات التي حصلت في هذه المناطق السورية بين الحكومة السورية والجيش السوري من جهة والمسلحين من جهة أخرى. هذه رحلة العودة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم، حيث سيغادر حوالي 500 نازح، وبالتحديد العدد هو 498 نازح. هذه البلدة هم عائلات بينهم أطفال ونساء ورجال وشيوخ، سيغادرون هذه البلدة إلى بلدتهم بعد مضي حوالي 6 أو 7 سنوات على مغادرتهم لبلدتهم السورية.
عبر طرق غير شرعية. عدد كبير منهم غادر بلدة بيت جن ومزارع بيت جن عبر يعني طرق غير شرعية هنا في شبعة. كما تشاهدون القافلة أو عفوا الحافلة رقم 7 انطلقت الآن، وتقريبا تم نقل نصف النازحين من هنا من هذا المنطقة. كنا تحدثنا إلى عدد كبير منهم، سنستمع إليهم لاحقا، ولكن أود أن أشير إلى أن الأمن العام والجيش اللبناني وكبان هذه العملية وأيضا الصليب الأحمر ويعني UNHCR التابعة للأمم المتحدة أيضا تتابع هذه العملية. وعلمت قناة الجديد أن كنانة الحويجة وهي ممثلة الحكومة السورية المسؤولة عن عملية المصالحة في بيت جن أتت إلى هنا منذ قليل وتحدثت إلى عدد من النازحين الذين يعني لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيغادرون البلدة في رحلة لاحقة، وتحدثت وقالت لهم أن هناك رحلة جديدة ستنقل النازحين السوريين من الأراضي اللبنانية وتحديدا من شبعة إلى قرى بيت جن في الأول من شهر تموز المقبل. الصليب الأحمر أيضا كما ذكرت يشارك في هذه العملية، قام بمعالجة 5 حالات إغماء بسبب الحرارة الشديدة هنا في شبعة. هذه الحافلة تتوجه الآن باتجاه نقطة المصنع الحدودية ومن ثم إلى طريق دمشق الدولية ومنها إلى بيت جن ومزرعة بيت جن. نصف عدد النازحين يعني غادر بلدة شبعة الآن ويبقى النصف الآخر، وتشير معلومات إلى أن هذا العدد من المتوقع ربما أن ينخفض قليلا بعدما ربما أن يعني يكون هناك بعض الأشخاص الذين قرروا عدم العودة لسبب أو لآخر. ولكن نشير إلى أن المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بشؤون النازحين UNHCR أكدت، وهي موقفها على الحياد يعني ليست مع العودة وليست ضد العودة، ولكنها أكدت بعدما اطلعت على أسماء المسجلين والتقتهم أكدت أن هذه العودة هي طوعية. نيشان سنستمع الآن إلى بعض المقابلات التي أجريناها مع عدد من النازحين هنا في بلدة شبعة. من أول الأزمة كيف جيت؟ عجبه. وهلا مبسوط انك راجع بغير اكيد طريقة. اكيد الواحد اكيد بده يكون مبسوط راجع على بلده. شو رايح تعمل هناك؟ على خدمه الوطن. عالجيش؟ عالجيش اكيد. نشكر الله هديت البلد ورجعنا والحمد لله بنشوف الاهل ورجعت سوريا الحمد لله مثل ما كانت. ما عاد في عندنا لا تكفيريين ولا في زغب ابدا، امور بخير الحمد لله. اجينا عن طريق الجبل. ايه هلا الرجعه على طريق النظامه. شرعي؟ ضبطوا رأيكم؟ لا والله نحن أول ما جينا لهنا عملتنا الدولة اللبنانية تسوية، هاللي فايت فلسي عطتنا وراق. هلا فايتين عادي شرعي؟ هلا نازلين مع بزات الدولة. قد كان عمرك لما فلت؟ 7 سنين. تتذكر الضيعة؟ ايه. وهلا شو حاسس بالرجعة؟ مكيف. معلوم مكيف والله رح أحسن من هيك الحمد لله. قد صار لك مش يعني تارك ضيعتك؟ 6 سنين. ايه 6 سنين. واليوم شو حيتغير بهالرجعة؟ يوم جديد. ايه رجع انا وعائلتي واولادي الحمد لله. قد صار لك غايب عن ضيعتك؟ 5 سنين. شكرا للزميلة حليمة طبيعة التي كانت معنا من بلدة شبعة. أمام زواره أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن عودة النازحين السوريين تساهم في عودة الاستقرار الاجتماعي، وقال نعول على المساعدة الدولية ولا سيما الأمريكية لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن إسرائيل تضغط على باقي الأديان لإخلاء الأماكن المقدسة، وسيزداد الضغط إذا تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. اعتداء جديد تمثل بإطلاق نار على مكتب المرشح نديم عصيران. أقدم مجهولون مساء يوم الثلاثاء على إطلاق عدد من العيارات النارية باتجاه مكتب المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة نديم عصيران في النبطي، واخترقت إحدى الرصاصات صورة للمرشح كانت قد رفعت فوق مكتبه الانتخابي ومنزله. عصيران استغرب هذا التصرف خاصة وأن العلاقات التي تجمعه بالأحزاب في المنطقة هي علاقة ود واحترام. والله ما عندي يعني حقيقة يعني علاقاتي ممتازة مع كل القيادات الحزبية يعني على اختلاف أنواعها، وخاصة مع الإخوة بحركة أمل ومع الإخوة بحزب الله. يعني بالعكس يعني ما في علاقات، بالعكس فوت عليهم بشكل طبيعي، نحكي مع بعض بشكل طبيعي، بيستقبلونا بكل احترام وود في كل ضيعة وفي كل قرية يعني
بالمنطقة، يعني ما عندنا مشكلة عادة. هلا بده يكون في بعض الأشخاص الموتورين أو بعض الأشخاص اللي هم بيعتقدوا عم يخدموا يمكن هالاتجاه، أو ما بعرف إذا مدسوسين، ما عندي فكرة. هلا بكرة بيتهمونا كمان مخبركين، إن شاء الله بيكم شو وبيشنقوا، عرفت كيف؟ لا يعرفوا الناس إنه مش نحن بنفبرك هيك أمور، تبع كيف؟ ولا نحن نتصرف بهالطريقة، قلنا عشرات السنين موجودين ما بنستعمل هذه الأساليب الرخيصة. وأبدع سيران أسفه إلى حصول مثل هكذا شوائب في العمليات الديمقراطية، آملاً أن تبقى المنافسة الانتخابية منافسة شريفة تلتزم بأخلاقيات المنطقة والتعددية فيها. في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الداخلية والخارجية، شدد المشنوق على أن أبرز بند إصلاحي لا خلاف عليه في قانون الانتخاب هو انتخاب اللبنانيين في الخارج. كما رأى باسيل أن المسؤول عن تطبيق القانون بما يتعلق باقتراع المنتشرين هو وزارة الداخلية، وهناك تنسيق مع الخارجية بحسب القانون. أبرز نقطة إصلاحية في هذا القانون هو انتخاب المنتشرين بالخارج، لأنه هذا عمليا عنصر جديد تماما بيسترجع اللبنانيين اللي بالخارج لأداء دورهم الوطني مش بس الدستوري من خلال انتخابهم لنواب مناطقهم، ولاحقا بالدورة الجاية إن شاء الله بينتخبوا نوابهم محل ما هن موجودين باعتبارهم نواب المنتشرين بالخارج. هذا الإنجاز أو هذا النقطة البند الإصلاحي هو مضمون وفي كل الشروط الأمنية وكل الشروط الأخلاقية وكل الشروط المعنوية لضمان حصول الانتخاب بالخارج دون أي ثغرة لا في القانون ولا في التطبيق. الانتخابات التي ستحدث بالخارج هي انتخابات نزيهة دقيقة، أخذنا كل الإجراءات اللي ممكن يأخذها أي يعني معني بأي دولة أوروبية، مع العلم لا نضمن نزاهة الانتخابات ودقتها. رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اللي موجودة بلبنان حددت تماما نقطة الضعف الوحيدة بعملية الانتشار، عملية الاقتراع المنتشرين بالخارج، وقالت إنه المكان الوحيد اللي ما فينا نراقب فيه هو الطيارة خلال سفرها من مركز قلم الاقتراع للبنان، وبالتالي هذا الجواب كافي على كل الأسئلة، إلا إذا كمان بدنا نحط مراقبين بطيارات الشحن عشان نتأكد إنه ما في عفاريت طالعة على الطيارة تشتغل بالسنادي. هيدي العملية كلها عم بتصير تحت رعاية وإشراف وتنفيذ وزارة الداخلية يلي مجيرت لنا قسم من التنفيذ بموافقتها بكل شيء لوزارة الخارجية بالخارج. بالنتيجة في عنا من بعد ما صار في تصحيح اللوائح الانتخابية وفي كتير أسامي مزدوجة، في كتير أسامي غلط، نزل الرقم ل 82,970، وهودي توزعوا على القارات الخمسة على 40 دولة، 116 مركز انتخاب و 232 قلم. في شيء بيتعلق بالدول يلي كانت تحت ال 200 ناخب يلي عددهم قليل، هودي من قسم يلي نزلوا من 92,000 ل 83,000، وبالتالي هودي ما انسمح لهم يصوتوا بالخارج، رجعوا أساميهم على المقيمين في لبنان بيقدروا يصوتوا بالداخل. كمان في المراقبين الدوليين يلي نحن مش بس رحبنا فيهم، بلغونا من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق معنا انه رح يعملوا رقابة غير الرقابة اللي عم بيعملوها بلبنان على سفاراتنا وعلى مراكز الاقتراع بأوروبا. طلبنا منهم اذا فيهم يمددوا هالرقابة هيدا على بقية الدول، ما بعتقد في حدا يأثر عليهم. وكل هيدا التشويش بأنه واحد إذا عنده وزارة خارجية شو بيعمل السفير يعني مع المواطن، بيقول له يصوت مثل ما بده، عيب. نتمنى أنه ما نعكر عليهم هالجو تيروحوا يصوتوا كتار، مش تنخلق لهم الشك بالعملية الانتخابية وبلشوا يترددوا ويقولوا شو فيه، بدل ما يكون هدفنا نزيد نسبة التصويت
ونشجع اللبنانيين انه يصوتوا، كأننا عم نحبطهم ونقول لهم انه هيدي العمليه ندخل الشك لنفوسهم فيها. حرام. اذا مطلوب نوقف الدوله او مطلوب انا كوزير خارجيه بطل احكي عن اقتراع المنتشرين، يعني فيهم يعتبروا هلا اللي عم بقوله ماده انتخابيه عم بروج فيها، لانه تاعهم تخبوا يعني عم بروج فيها لنفسي. اذا هالقد الموضوع بعتقد يعني كمان نسكر مجال التنافس الايجابي. فانا ما بعتبر وبرفض انه ينقال انه انا عم بستغل موقعي الوزاري للاستفاده من العمليه الانتخابيه. إطلاق النار في موقع الهجوم الكيميائي ببلدة دوما السورية يرجئ دخول مفتشي الأسلحة إليها. أرجأت الأمم المتحدة إرسال مفتشي الأسلحة الكيميائية إلى بلدة دوما التابعة لغوطة دمشق بعد إطلاق نيران في موقع الهجوم الكيميائي المزعوم. ورجح مصدر أممي في سوريا أن المفتشين لن يدخلوا الأربعاء إلى البلدة التي دخلها وفق وكالة رويترز فريق استطلاعي من دون خبراء. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أوضح المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الحكومة السورية سهلت كل الإجراءات اللازمة لوصول بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا، وأن فريقا أمنيا من الأمم المتحدة زار مدينة دوما الثلاثاء لتقييم الوضع الأمني قبل دخول مفتشي الأسلحة الكيميائية للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم. والحكومة السورية قامت بكل ما من شأنه تسهيل عمل هذا الفريق. علاوة على ذلك، فقد بدأ الفريق منذ وصوله إلى دمشق بمباشرة مهام عمله، حيث استمع يوم أمس إلى إفادات من بعض الشهود على الحادث المزعوم. يعني الفريق بدأ عمله، وكل ما تسمعونه من إشاعات وأكاذيب هي مجرد تخرصات تهدف إلى تشويه مهمة هذا الفريق والتغطية على العدوان. هذا ورفضت روسيا مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن لإجراء تحقيق مستقل جديد لتحديد المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في دوما. فكرة إنشاء آلية لتحديد المسؤولية عن استخدام أسلحة كيميائية لم تعد ذات جدوى في وقت قررت فيه واشنطن وحلفاؤها من هو الجاني ويتصرفون فعليا كجلادين عينوا أنفسهم بأنفسهم. وقدمت موسكو إفادة أمام المجلس بشأن الوضع في مدينة الرقة اعتبرته مندوبة واشنطن مجرد محاولة لصرف الأنظار عن الفظائع التي يرتكبها النظام السوري. ميدانيا أفادت وكالة سانا عن سقوط قذيفتين صاروخيتين على حيي الزاهرة الجديدة وبستان الدور بمدينة دمشق، مصدرهما مسلحو تنظيم داعش في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق. وفي السياق يواصل مسلحو جيش الإسلام في بلدة الضمير منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدولة السورية. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل أم تقتل ابنتها في خلدة. أهلا بكم من جديد. جريمة مروعة في خلدة، أم تخنق ابنتها حتى الموت. في خلدة قضت الشابة السورية ثروة أحمد الحسين البالغة من العمر 23 عاما على يد والدتها. لم يهن على الأم أن تطلق ابنتها، فهان عليها خنقها حتى الموت. اختلفت بنتي وجوزة وقام جابنا إياها ورمى عليها يمين الطلاق. أمها ما هان علي الحكي هذا وما هان علي أن بنتي تطلق، قامت راحت قتلتها. وصراحة يابا نحن كثير تأسفنا على اللي حصل، لأنه نحن الإخوان السوريين نعتبرهم نفسنا، نعتبرهم أهلنا، نعتبرنا نحن وياهم يابا في هالمنطقة ما في فرق ما بين سوري أو لبنان أو أي إنسان تاني غريب. نحن متأسف على اللي حصل. نحن بنطلب من الإخوان السوريين عامة، نحن هون بيوتنا وقلبنا مفتوح لهم. أي إشكال اللي بيحصل بنتمنى بيجوا لعنا على الديوان، بيجوا لعنا على بيتنا، تليفوناتنا أرقامنا معهم. أي مشكل بيكون كبير بقدرة الله يابا بيصغر وبنحل، ما بنوصل اللي وصلنا له هلا. وتأتي هذه الحادثة الصادمة بعد أسبوع على جريمة مشتى حمود في عكار التي قتلت فيها مواطنة لبنانية طفلتها. طلاب الجامعة اللبنانية في الفرع الرابع في بعلبك يعتصمون مطالبين بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية.
احتجاجاً على توقف الدروس في الجامعة اللبنانية بسبب إضراب الأساتذة، نفذ طلاب الفرع الرابع في بعلبك اعتصاماً طالبوا فيه بإنصاف الأساتذة وتحقيق مطالبهم ليعود الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية وينهون عامهم قبل حلول الصيف. نحن مش أولاد وزراء ولا أولاد نواب، ونحن مش أولاد بكوية أو زعماء، نحن أهلنا عم يبقوا قدام ويتعبوا كرمان يعلمونا بالجامعة اللبنانية لأنه مش قادرين نتعلم بجامعات خاصة. نحن عم نتحمل البرد والشوب وحشو الدرس والمواصلات والتأخر بالرجعة على البيت، وعم نمرق بأوقات ما مميز لنا من نهارنا. نحن عم نطالب حضراتكم تساعدوا الدكاترة وتحققوا لهم مطالبهم لحتى يرجعوا ويكملوا لنا سنتنا على خير. كما طرح المعتصمون سلسلة مطالب تعنيهم، ومن ضمنها تعزيز فروع الجامعة اللبنانية في البقاع وإلغاء الامتحان الجزئي وعدم تمديد العام الدراسي من جراء أضراب الأساتذة. الرئيس نبيه بري يستقبل تيمور جنبلاط في المصيلح. باستقبال لافت في دارته في المصيلح، لاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري تيمور جنبلاط يرافقه النائب غازي العريضي. اللقاء وضعه جنبلاط في إطار الزيارة الخاصة، رافضا الدخول في تفاصيل المباحثات، مكتفيا بالتأكيد على عمق العلاقة مع الرئيس بري. دائما اللقاء مع الرئيس بري مثمر ومفيد، دولته حليف صادق وضمانة وطنية حقيقية تنحافظ على الاستقرار بالبلد وعلى التوازن وعلى اتفاق الطائف. كنا سوا بالماضي ومرقنا بكتير ظروف صعبة وحققنا كتير، ومن الله راد حندلنا سوا بالمستقبل ونحقق أكتر. كما بحث بري العلاقات الثنائية بين لبنان والكويت خلال استقباله سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي. تقدم النائب إبراهيم كنعان عبر وكيله المحامي بول كنعان بشكوى مباشرة أمام النيابة العامة التمييزية ضد مجهول بجرم قدح وذم وتشهير وتشويه سمعة واختلاق الأخبار الكاذبة وتوزيع مناشير تسيء إليه وتتضمن أخبارا كاذبة وتحريضية لأغراض انتخابية وحرق وتمزيق صوره والتعرض لكرامته عبر اختلاق الأحداث والأخبار الكاذبة بخلفية سياسية تحريضية ولغايات منافية للقانون وغير مشروعة، وطلب إحالة نسخة عن الادعاء الراهن أمام وزارة الداخلية والبلديات هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية لإجراء المقتضى القانوني. وقد أحال مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الشكوى إلى رئيس فرع المعلومات وكلفه إجراء التحقيق وأخباره بالنتيجة، وذلك بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية. غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر قائلا: الرمال البيضاء الجميلة النظيفة، أين الرمل البيضاء منها؟ بعد الفاصل، إيران تستعرض قواها العسكرية في يوم الجيش. أهلا بكم من جديد. انتقد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز بشدة عدم تحرك قادة الدول الثرية في المنطقة ولا سيما السعودية لمساعدة الفلسطينيين في مأساتهم في قطاع غزة. وخلال المؤتمر السنوي لمنظمة جي ستريت لليهود الأمريكيين، وجه السناتور الديمقراطي كلامه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومن وصفهم بالقادة الأثرياء أصحاب المليارات في المنطقة، مطالبا إياهم ببذل المزيد من أجل المنكوبين في القطاع. The Crown Prince recently purchased a $500 million yacht. ولي العهد السعودي اشترى مؤخرا يختا بقيمة نصف مليار دولار لأنه اعتقد أنه جميل، كما أنني متأكد من أن القصر الذي يملكه وهو الأغلى في العالم بقيمة 300 مليون دولار جميل هو الآخر. لكن ما أقوله لولي العهد السعودي وأصحاب المليارات في المنطقة: توقفوا عن الكلام عن الفقراء ومآسيهم في قطاع غزة، افعلوا شيئا لمعالجة الأمر. كما سمعت أن ملك السعودية قدم 50 مليون دولار لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين. هذا المبلغ ليس بالقليل، لكنه مجرد 10% مما دفعه ولي العهد ثمنا لليخت. لمناسبة يوم الجيش الإيراني أقيم استعراض عسكري كبير في إيران تضمن إزاحة الستار عن بعض الإنجازات في الصناعات العسكرية بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني وعدد من قادة الجيش.
وقال روحاني في كلمة ألقاها خلال الاستعراض: نقول للعالم إننا سنقوم بإنتاج وتوفير أي نوع من الأسلحة التي نحتاجها، ولن ننتظر كلام الآخرين أو موافقتهم أو رأيهم الإيجابي. مبدأ سياستنا تجاه دول المحيط هو حسن الجوار، ونريد أن نكون جارا جيدا لكم وأن تكونوا جيرانا جيدين لنا. وخلال العرض العسكري كشف الجيش الإيراني عن منظومة صواريخ جديدة قصيرة المدى من طراز كمين 2 تستخدم لاستهداف الطائرات من دون طيار. في حوادث الطيران فاجعة نادرة سجلت الثلاثاء حين شفط الضغط الجوي قسما من جسد راكبة إلى نافذة طائرة أمريكية وكاد يقذف بها إلى الجو على ارتفاع 32 ألف قدم بسبب عطل طرأ على أحد محركاتها، إلا أن بعض الركاب سارعوا إلى سحب الضحية إلى الداخل ثم جرى نقلها إلى إحدى المستشفيات بعد هبوط اضطراري قام به الطيار، لكنها توفيت فيه متأثرة بجروحها. وهذه أول وفاة ناتجة عن حادث تتعرض له طائرة تجارية أمريكية منذ 9 سنوات. وفي بيان توضيحي قالت الهيئة القومية لسلامة النقل في الولايات المتحدة إن طائرة البوينغ كانت في طريقها من نيويورك إلى تكساس، حيث تعطل محركها وانفجر وهي محلقة في الجو، وبانفجاره تحطم زجاج نافذة كانت الراكبة جالسة قربها، فانهار الضغط داخل الطائرة وسحب معظم جسدها إلى فتحة في النافذة أحدثها انفجار المحرك بسبب تسرب في الوقود كما يبدو. كان في النشرة 500 نازح في شبعة يعودون إلى سوريا عبر المصنع. كيف والله رح أحسن هيك الحمد لله. اعتداء بالنار على مكتب المرشح نديم عصيران في النبطية. علاقاتي ممتازة مع كل القيادات الحزبية، يعني على اختلاف أنواعها. باسيل والمشنوق يجتمعان على اقتراع المغتربين. في المراقبين الدوليين يلي نحن مش بس رحبنا فيهم، بلغونا من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق معنا انه رح يعملوا رقابة غير الرقابة اللي عم يعملوها بلبنان على سفاراتنا وعلى مراكز الاقتراع بأوروبا. الانتخابات التي ستحدث بالخارج هي انتخابات نزيهة دقيقة. رجاء دخول مفتشي الأسلحة الكيماوية إلى دوما، والجعفري يؤكد دخول فريق أممي الثلاثاء. فقد بدأ الفريق منذ وصوله إلى دمشق بمباشرة مهام عمله. وسناتور أمريكي لابن سلمان: توقفوا عن الكلام عن الفقراء ومآسيهم في قطاع غزة، افعلوا شيئا لمعالجة الأمر. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.